مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحكي اليوم على الظواهر الاجتماعية في المجتمع التونسي، في الشارع التونسي اليوم برشا عنف نشوفه في الشارع. صحيح، موجود العنف وزاد التطور بصفة كبيرة ياسر، وخاصة على المرأة والشباب متطور برشا نظرا للبيئة اللي عاش فيها التوا، وتطور الاجتماعي بالنسبة للفيسبوك و و وانت تعرف البقية، معناها دخلت الشباب دخل في حيط. الاقتصاد تعب برشا، على هذاك الشباب دخل في الحيط، ما لقاش خدمة، يقرا يتخرج ما يلقاش خدمة، يقعد بطال، قداش باش تعطيه والديه المصروف، يصاحبه يخلص عليه قهوة، الاخر يعطيه سيجارو، فد وكل ومل، ولا يخمم كان في الحرقة، في بالهم الاوروب هي باش تمشي تعطيه الفلوس ويبدا راقد كل سير، وهما اللي مشيوا للاوروب. لا يلقاو خدمة، لا يلقاو فلوس، لا يلقاو شكون يهزهم، بالعكس في تونس هنا فهم الرحمة، فهمتني؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. غادي مش باش يلقاو شكون يعرفها معناها. ما حتى كان لقى صاحبه قداش باش يهزوا صاحبه. الخدمة ما ثماش في الأوروب بصفة عامة. أنا عندي صحابي قبل ريتريتي في الأوروب. ماهوش كما قبل كما تو. قبل كانت نوع، وتوا كي يمشي قادم وعنده حق باش يمشي فواياج في العام ويرجع ويمشي خلاص راتب نتاعو كل شيء، قال لي تونس خير برشا. قلت له كيفاش تونس خير برشا؟ قال لي تو مثلا نزيد الريتريت حاجه اللي تهمني انا وتهمه هو، قال لي في فرنسا ياخذوا 50% دو سالير، ونحن لهنا في تونس ناخذوا على 10 سنين توالا بروت ديفيزي بار 120 يتقسم على 120 شهريه بالنسبه للريتريتي. لكن المشكل مش غادي في غلاء المعيشه، لا عاد خلت لا متقاعد، لا خلت شباب، لا خلت بطال، ناس تلقت الدبابس، ناس تطلب، ناس تحت الحيط، ناس تلزت للدروك، ناس تلزت لبرشا حاجات. كناش نشوفوا برشا حكايه الناس اللي تبربش في الزبله كل يوم نشوفوها. ليل ونهار، مش الناس، مرأة كبيرة ورجل كبير يبربش يلبس طرف دبابز وطرف خبز، فهمتني؟ ولا يمشي يهزي بيهم بخمسة ليال باش يتعشوا وصغاره وصفوار، و حصيروا العيشة ضنكا بيتم معنى الكلمة. اليوم طفل خرج من قرايته، وهذه حالة متكررة في العائلات، خرج من قرايته وش يقعد راقد، يقوم مأخر يمشي القهوة، معامل على أمه على أبوه على أخوه. خو بطبيعة صعيب ياسر انه يتلفت له باش يصرف عليه، لكن هو معامل على امه تمد له ويوصل عادي جدا، بزاف كان عطاته ما كانش قاعد راه ما يمشيش يخدم. هذه الكلمتين هذوما والجمله هذه قلتها لك قبل في سياق الحديث، لان هات نجيب لك اكزومبل. ولدي انا عمره 41 سنه تحرق مشى لايطاليا، قعد تقريبا عام 6 أشهر ومشى لفرنسا، ومن فرنسا مشى لالمانيا، في المانيا استقر هذيك يخدم في معمل سبارك، وقتها دوتش مارك مش لورو كما تو، دون لطون دوتش مارك العملة نتاعها، فهمتني؟ حسيلو جاتني انا كريس كاردياك مرتب قلبي، وقت فماش التليفون فما الفيكس، انا الفيكس طلب مو قال شنو احوالكم، قلت له راهو بوك في الكوما قلبه راهو كذا، ويحبني ياسر متعلق به كما انا متعلق به، واحنا عندنا عائله تو ماشي لبنتي، فهمتني؟ اللهم صل على النبي. حاسيلو وهو بلاش اوراق، قاعد يحضر في اوراق وكذا وكذا، ملك قال لهم هو الحارقين يحطوا روحهم دينا فلسطينيين، على خاطر فلسطينيين مقبولين في العالم الكل، ما عندوش دار وما عندوش بو وبوه مات وبابا مات وكذا وكذا، الجمل هذوكم اللي يقولوا فيهم، فهمتني ولا؟ حاسيلو راهو هكسبيرسي. عام قداش؟ والله ما نذكرش وقت دوت سمارك في الليفتانز روح، فهمتني ولا؟ روح بلاش حتى شيء، طرف دوتش مارك وكذا بون تصرف الى يومنا هذا. دبرت له خدمه في السكيورتي، بطبيعه ما عندوش هو نيفو باش ما نكذبش عليه، ما عندوش نيفو في السكيورتي 12 ساعه ب 150 دينار، هو واقف ولا حشك الكل 150 دينار باش يعاون به، ومادام هو يخدم أمه باش تطلب وتقول اعطيني المصروف، وبو باش تقول اعطيني المصروف وباش يصرف هو، يلبس بهم ياكل بهم يعاون دارهم خاصة مصروفه بصفة عامة، ويقعد مع أصحابه ويشري لبسة ويمشي كذا. بسم الله عليك، لطف عليك. حاسيلو
هذا ولدك يسمى ضحى، يسمى قبل الظروف اللي تعدى بها بعد تجربة الخارج وأوروبا، واضطر أنه يروح على خاطر والدين، جاء لقى روحه لهنا في مأزق مرة أخرى، واقف 12 ساعة على ربع شهرية. بالضبط، وحاول باش يعاود يحرق، ما لقاش خدمة، فماش خدمة في تونس، هما متخرجين توا باك بيس دو باك بيس كات وطب ومهندسين وسيس وسيس، ما لقاوش خدمة، البلاد ضيقة، البلاد بالمعارف شوية زي. البلاد بالمعارف شوية موجودة، لا هذيك اسمع، المعارف، المعارف في العالم أجمل بالمعارف، وين تمشي بالمعارف، الاقتصاد، الاقتصاد العالم أجمع كيف كيف، لكن احنا توا الحمد لله يا ربي كي تمشي في الشارع كي وتشوف الدنيا والناس تسري والدولاب داير ديما نحمد ربي على غيرنا. بون شويه خصاصه شويه خصاصه البعض فئه من المجتمع التونسي اللي كونوا على خاطر كانوا ثلاثه طبقات في تونس، طبقه الفوق، طبقه في الوسط وسطى، وطبقه اللوطة، طبقه الوسطى تنحات كلها ولات وسطى، فهمت اللي صورته مليون مليون ونص مع سخالت، والطبقه اللي كانت تروازيام نقول واحنا هبطت تحت الارض ولا تلقت في البيبس، كانت تلقى رستوران تاخذ تلقى قهوه تلقى خاصه كي يكون متنقل ماهوش عايش مثلا في بعض المناطق، في اكيد في البغله برشا مناطق داخليه ديما عندهم فاز تفترق مثلا على العاصمه، ديما عندهم الدار ما عندهمش المشكل نتاع الكراء لهنا، خاصه الناس اللي جايه من برشا بلايص وتلوش في خبزتها باش تاكل خبزه، والناس اللي زاد حتى عايشين افترو انهم ناس تلوش في دبابس، معناها طلقت في دبابس موجوده برشا دي فاسون تقول نسبه الفقر هكا في بلادنا. اسمعني شوف، هي العواصم كلها مكتظه، مصر وتونس والمانيا هولندا كلها تتبع في العاصمه، علاش هي سموها عاصمه؟ على خاطر عصمت موجود فيها الشغل اكثر زي. فيها الراحه والاريحيه والكونفور وكذا، تلقاه كان عايش والله العظيم والله العظيم، انا ولد ريف ومن مجاز بالضبط، وقت كنا صغار نمشيو فهمتني ولا يهزونا عنا تبارك الله هذيك دار وكذا يهزونا، يا العيشه اللي عايشينها هما، تلقى العلوش تلقى البقره تلقى العجل تلقى الدجاجه تلقى العظم العربي تلقى الهندي عيشه عيشه، تلقى النسمه تلقى الخضار، هذاك كله تنحال ما عادش. والشباب وقت يشوف شباب كيف هو لابس سبعه 150 الف ولينات 300 الف وبلوزون كذا بك الحسبه فهمتني ولا، هذاك عنده بوه يصرف عليه خاطر هو كان جاي يخدم والله لا يخلطها ولا يشري هكا والا يسرق والا يبرك، وهذاك شنو علاش كثر الشيء، اعمل كيما جارك ولا بدل باب دارك، معناها الشباب يتابع في بعضه اناث وذكور وكذا، حب باش نكبرها فيكم مش لازم نقولها ما نقولوش كلام لي. لا مش كلام ناخذ تخلطت زبيب وحمص، واحد ما عادش وين يعرف يحط سقيه لهنا لهنا لهنا، تو انا عشت ترو مندا برقيب وزين وتو قبل بون كانت 9 ملايين 8 ملايين 10 ملايين وبدات تزيد في الوحي. لكن هذوكم عبء على الاخرين. شكرا لك.